يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أحد الدعاة من هذه البلاد خرج في إحدى القنوات الفضائية ويقول إن مسألة الطواف بالقبور والأضرحة مسألة خلافية بين الأئمة الأربعة، وأن هذه مسألة فقهية، كما ذكر أن الشيخ ابن باز رحمه الله لا يرى في اقتناء جهاز الدش بأسا، فهل هذا النقل عنه صحيح؟ هذا كذب، كله كذب وافتراء. فالطواف بالقبور ما فيه اختلاف، وليس فقهيا، وإنما هو عبادة من العقيدة، وليس هو من الفقه اللي هو البيع والشراء ومسائل الحلال والحرام في المعاملات، إنما هو من مسائل العقيدة. الطواف عبادة، والعبادة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. وليطوفوا بالبيت العتيق، ما يطاف إلا بالبيت العتيق، ولم يقل وليطوفوا بقبر فلان أو قبر فلان. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عندنا في إحدى المناطق، وأما أن الشيخ أفتى الذي يعرف عن الشيخ إلى أن مات رحمه الله، أنه يحذر من الدشوش لما تجره على البيوت من الشر. نعم. لكن هؤلاء ما يتحاشون الكذب، لو أن الشيخ حي رحمه الله، لو أنه موجود ما استطاع يقول هالكلام، لكن لما مات من يبي يعدي إلا أحد ملازم للشيخ ويعرف كلام الشيخ، ونحن نكذبه في هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ، نحن نكذبه في هذا، فإن كان صادقا فليأتي بفتوى من الشيخ. نعم.